دي حاجة مهمة جدا جدا. ايه هي؟ ان النهاردة بإذن الله هيكون آخر سيشن في البايثون بروجرامينج لانجوج. طب هل ده معناه ان انا كده مقفل البايثون بمعنى اصح يعني، ومفيش اي حاجة تاني ممكن اتعلمها فيه؟ لا طبعا، ده مستحيل. ده حتى لما بنتعلم انجلش او لما بنتعلم عربي اللي هي اصلا لغتنا، مستحيل مستحيل ان انا اقول انا خلاص 100% 100% في الموضوع ده. ما ينفعش ان انا في حاجة ما كنتش عارفها، او ما ينفعش ان انا اتعلم حاجة زيادة فيه. دايما دايما في البرمجة بتحتاج ان انت تتعلم زيادة. انا بس علمتكم الاساسيات وعلمتكم الحاجة اللي هتفتح لكم الابواب، الباقي عليكم باذن الله. باقي المجهود عليكم ان انتوا تدوروا وتبحثوا وتشوفوا احنا محتاجين ايه تاني نتعلمه في لغة البايثون وفي البرمجة بشكل عام. النهاردة هتكون اخر سيشن في الشرح، هنزل لكم فورم جواه مشاريع اللي هنعملها بإذن الله، وهتتسلم الأسبوع الجاي. الفورم انا فاهم قصدك، بس انا فاهم قصدك يعني احنا بس مثلا لو عايزين نعرف كود جديد، كود يعني جديد في البايثون، نبحث على النت، مش يعني مش كل حاجة شرط. لا، ومش كل حاجة برضو بحث على طول. أنا مثلا يا أحمد أو يا آدم، جات لي فكرة لمشروع يعني، أو فكرة البرنامج المفروض إن أنا أكتبه. ففي حاجات أكيد بتقف قدامي، مثلا أنا مش عارف إزاي أكتبها ككود. أكيد أنا فاهم كود وبكتب كود، بس في حتة معينة جوه الفكرة بتاعتي مش عارف تتنفذ إزاي. فأعمل إيه؟ أبحث عن النت، أقول مثلا إزاي إن أنا آخد حاجة من اليوزر، إزاي إن أنا أشوف اليوزر مدخل حاجة صح ولا غلط. تمام؟ يعني في حاجات أنا ببقى عارفها، وفي حاجات أنا لسه ببحث عنها، بس المعظم هتكونوا أنتوا عارفينه. يعني المشروع اللي احنا هنقدمه بإذن الله ده هتكون كله واخدينه في السيشنز. بس فرضا ان في حد جات له فكرة جديدة وعايز انه ينفذها، يبقى برضه تمام، عادي يدور ويعملها وينفذها ويتناقش فيه. آه طيب، انا بس عايز اخد رأيكم في حاجة. هل الاحسن بالنسبة لكم انتوا يعني ان انتوا تعملوا بروجيكتس كل واحد لوحده، ولا الاحسن بالنسبة لكم ان كل واحد يعمل بروجيكت؟ نعمل كلنا بروجكت واحد. لا مش كلنا، هو هيبقى يا اما كل واحد لوحده يا اما كل اتنين سوا، انما كلنا دي صعبة. ماشي، كل اثنين سوا بس. كل اتنين حلو ده، سوا ده احمد وادم. فارس ايه رأيك؟ انا عادي بالنسبة لي يا ميس، سواء كده او كده عادي. اوكي جميل جدا. حنين، عادي. خلاص يا شباب، نعم تيشر. هو احنا كده اصلا 3 مقابل 2 اللي هما احمد وادم وفارس، فكده الاغلبيه عايزه ان هو احنا نبقى 2. فانا باذن الله هنزل لكم الفورم بتاعت جوجل، كل واحد يسجل اسمه واسم زميله اللي هيبقى معاه في التيم واسم المشروع اللي هو اختاره، وطبعا ايه البيانات وهكذا يعني. طيب امال السيشن الجايه اللي هي باذن الله هتكون يوم الحد الجاي، دي هتكون ايه؟ السيشن الجايه هتكون حاجه اسمها سبورت يعني دعم او مساعده لأي حد وقف قدامه حاجة في الفكرة بتاعته، أو في حاجة طلعت له ايرور، أو مش عارف الفكرة دي بتتنفذ ازاي. بيبدأ ان هو يدخل السيشن بتاعة يوم الحد ويسأل فيها. يعني ده معناه ان احنا قبل يوم الحد بنكون عملنا البروجكت وجهزنا الأسئلة بتاعتنا. تمام يا شباب، سامعيني كويس في الموضوع ده؟ نعم. طب البروجكت ده بقى البروجكت انا ببقى انا يعني ايه ببقى حاطه الديسكريبشن بتاعه، ببقى حاطة وصف للمشروع والحاجة بالظبط اللي أنا طالباها فيه، يعني طيب، بتفصيل يعني كده. ما عرفتوش، او يعني ما عرفتش اعمل ايه يعني؟ لو انا ما فهمتش حضرتك قصدك ايه. ما أنا بقولك أنا ببعت كذا بروجكت، فاهمة؟ وأنت بتختاري منه، أنت بقى البروجكت اللي بالنسبة لك سهل في التطبيق وأحسن في الفكرة بتختاري، فأنت بتختاري اللي أنت فاهمة تنفذيه إزاي. طب لأ، كل البروجكت مش فاهماها، بعمل إيه؟ بقوم مختارة اللي هو الأسهل بالنسبة لي، وبدخل اللي هو السبورت سيشن دي اللي هي يوم الحد الجاي، وأسأل كل الأسئلة يا ماما براحتي. امسكي بوكي. جانا ركز. تمام؟ أو في حل تاني، إن أنا لو اللي هو خلاص بقى الدنيا مقفلة ومش فاهمة ولا كلمة، بقوم بعت مسج بقول لو سمحتي يا تيتشر مثلا اشرحي لي فريكورد البروجكت الفلاني. تمام؟ تمام. تمام. فمعنى كده ان احنا لازم قبل يوم الحد الجاي نكون مخلصين البروجكتس عشان نعرف نطلع الايرورز
والأسئلة بتاعتنا عشان نسأل فيها براحتنا يوم الحد. طب بعد يوم الحد هنعمل إيه؟ هتبدأوا مثلا انتوا سألتوني سؤال وانا رديت عليكم، فتبدأوا ان انتوا تنفذوه من يوم الحد ليوم الاربع، لان يوم الاربع بإذن الله هيبقى مناقشة المشاريع، وهيدخل معانا تيتشرز ومشرفين، وهيدخل معانا بإذن الله مس أمنية، وهيبقى فيه يعني هيبقى فيه عارفين كده زي ديسكشن او حاجة كده عبارة عن ايفالويشن وشرح للمشاريع بتاعتكم، وهيبقى كل واحد فيكم فخور باللي هو قدمه وبالمجهود اللي هو عمله طول الشهرين اللي فاتوا في كورس البرمجة. يعني من الاخر كده انتوا بتعرضوا مجهودكم طول شهرين في اليوم ده، فانا عشان كده عامله لكم سبورت سيشن او يعني سيشن للدعم، علشان باذن الله يوم الاربعاء يبقى شكلنا احسن حاجه قدام باقي التيتشرز وقدام المشرفين والمديرين. اوكي يا شباب، اوكي في بس ملحوظه مهمه، ان باذن الله هيبقى في تفضل. شهادات لاتمام البروجكت. الشهادات دي مش هتتقدم لاي حد، الشهادات دي مش هتتقدم غير للناس اللي معدية حد معين من السيشنز. يعني طبعا انتوا عارفين ان انتوا ليكوا درجات في كل سيشن، هنشوف بإذن الله الدرجات دي، وفي ناس معينة بس اللي هتعدي والناس التانية مش هتعدي. انا هقيم على اساس ايه؟ مين هيعدوا دول يا نص اللي بيحصل له؟ اللي مش هيعدوا؟ ما بياخدوش شهادة اتمام الكورس، يعني كأنهم ما خدوش الكورس. طيب مين اللي هيعدي ومين اللي لا؟ اللي هيعدي اولا اللي بيعمل الهوم وركس بتاعته، بيحضر السيشنز، بيتفاعل في السيشنز، واخر حاجه البروجكت بتاع اتمام الكورس اللي هو باذن الله يوم الاربعاء الجاي. حليت الواجب ابعته لحضرتك دلوقتي، يعني اه يا قصدي حبيبي، اه بعت لقيت الصورة. بعت يعني طيب بمعنى اصح كده اي حد مش هيعمل البروجكت ملوش شهاده اتمام الكورس ولا كانه اخد الكورس. ولو طبعا حد من بره سألني هو الطالب ده اخذ الكورس معاكي ولا لا، هيبقى طبعا الاجابه اه بس ما نجحش فيه، يعني كانه ما خدوش. فلقيت تعبه هو اه اسبوع، وهيبقى اسبوع ضغط عليكم في الافكار وفي ويعني في الحاجه اللي هتطلعوها، لكن في النهايه بتكونوا فخورين بنفسكم وبالحاجه اللي انتوا قدمتوها. وبجد عن تجربه لواحده عملت حوالي 30 مشروع في الاربع سنين دول، فانا بقول لكم فعلا ان انا بتعب قوي قوي في فتره المشاريع، لكن يوم تسليم المشروع ويوم عرض المشاريع بيبقى حاجه مختلفه تماما، وبتحسوا فعلا بان انتم متقدرين وبان افكاركم بتلاقي التقدير. في برضو حاجه مهمه جدا هنبه عليها، ان احنا هيبقى عندنا بيست بروجكت اللي هو افضل مشروع، وده مش هيكون واحد في الغالب، يعني هيكون اكتر من واحد على حسب الناس، لكن مش هيكون بالتصويت زي المره اللي فاتت، لا هيكون بمعايير معينة لسه هحطها بإذن الله، وهتبقوا عارفينها. تمام يا شباب، لحد هنا حد عنده أي سؤال؟ نعم. أوكي، أرجو بس منكم الالتزام في الفترة اللي جاية، علشان يعني هي يدوب فاضل لنا أسبوع، فعايزة فعلا إن انتوا مش عشاني ده، عشانكم انتوا تبقوا فعلا فخورين باللي انتوا عملتوه. جانا وصلنا، وصلني واجب جانا ومن. طيب فين طيب يا جانا، انت طبعا عارفة ان انت دلوقتي لو عملتي رن للكود ده مش هيطلع لك اي حاجة، ايه هو؟ يعني الكود اللي انت بعتيه مش هيطلع حاجة، يعني انت هتدخلي له الرقم الاول والتاني والعملية، بس في الاخر مش هيطلع لك الناتج، صح ولا طلع؟ لا ما طلع لي. اكيد مش هيطلع لك. ليه؟ لان انت مش قايله له اطبع الناتج، المفروض ان انت في الاخر في نفس السوا بتاع اف الاخيره تقومي كاتبه له print result. تمام اوكي اوكي يا حبيبي، وكمان تقولي له انه يدخل الريسبونس بتاعه، يعني تقولي له برضو response equal input، وتقومي قايله له مثلا دخل انت عايز تكمل ولا لا، اي حاجه من دي. فاهماني يا جنى؟ اوكي وما ظهر ليش زي اللي ظهر لحضرتك لما كنت بتعملي في الفصل. ممكن عشان التطبيق غير. لا ملهاش علاقة، انتي تلاقيكي بس عشان ما كملتيش اللي بقولك عليه. يلا يا شباب نبدأ السيشن بتاعتنا.
السيشن بتاعتنا النهاردة هي عبارة عن، أنا الأول كنت بكتب شوية أكواد وبعدين بعمل لها رن. شوية الأكواد دول محطوطين فين؟ مثلا في أي حتة، مش محطوطين في حتة معينة أساسا، هما بيبقوا مرميين كده في الكود. طيب أنا عايزة بقى يبقى الكود بتاعي شكله منظم أكتر، فكأني بعمل له حاجة كده شبه الأدراج، وأحط كل شوية فيهم كده. يعني كأني في الأول كنت برمي الورق بتاعي والكتب بتاعتي على المكتب، وبعدين قررت مرة واحدة إن أنا أبقى منظم وأحط كل شوية كتب ليهم علاقة ببعض في درج معين. حلو كده؟ يعني النهاردة إحنا مش هنتعلم كود جديد، إحنا هنتعلم إزاي زي ما بيقولوا كده نروق الكود، اللي هو الكود بتاعي يبقى شكله منظم ومنسق، وأنا لما أحب أعمل فيه تعديل يبان إن فعلا الكود بتاعي ده سهل في إن أنا أعدل عليه. تعالوا نبدأ دلوقتي. أنا عايز أعمل حاجتين. أول حاجة مثلا إن أنا آخد اسم المستخدم وبعدين أشوف الباسورد والكلام ده اللي إحنا خدناه قبل كده، وتاني حاجة إن أنا مثلا أعمل عملية حسابية. تمام، فتعالوا نعمل كده. يلا كل واحد كده إيه يبدأ عنده في اللابتوب وبعدين يبص على السكرين وأنا كمان هبدأ. هنعمل ايه تيجي تقولي تاني كده؟ أول حاجة هناخد اسم المستخدم، يعني هنخلي المستخدم يدخل اسمه. يلا نبدأ. خلاص خلصتوا؟ دي سهلة، ده سطر واحد. ايه؟ بقولك لسه ماشي يا حبيبي. ايه شاب ده، هو سطر بقول لكم خلوا المستخدم يدخل اسمه بس. هو قد ما بس هو اللي بيحب يقعد سنة كده على الميز. انت خلصت؟ طيب ده كل ده ما كتبش غير حرف الان يا مس، اصل هو بيدور على الحروف. ان هو بالتدريب بيبقى أصلا. طب ايه، البنات ساكتة خالص. مستنى يا عم، من ايه؟ انا ما سمعتكيش يا حنين. يا بس بقول هو بكتب. التطبيق انا شلت وقتها علشان كان بيجيلي تحذيرات. سيبك ده من ادم مسك اعملي على الويب سايت دلوقتي يا جانا لحد ما نخلص السيشن. ام اي اي ام صح، اي ام فارس مش عارف حتى عم ان انجز بقى بسرعة. بيوتي فارس فين بي يو يا ابني ما تتخبطش بقى. عامل ايه؟ يلا فارس طيب حنين، انت ايه اللي معطلك؟ ما فيش. يعني خلصتي؟ أمم اوكي. طب يا شباب نركز. طيب اللي بعد ما خليت اليوزر يدخل اسمه. لسه هعمل اهو. طب لا يا شباب لسه معلش، هعمل. طب بسرعة شوية يا شباب، ده هو سطر بجد. هنعمل رن ولا لسه يا تيتشر؟ لا لا ما تعملوش رن. كنت هضرب اعمل لسه من اللابتوب بس لقيته مش هشتغل فهعمل من التليفون. اوكي خليكوا اسرع يا شباب، لان هو يعني سطر بسيط، احنا لسه كمان هنكتب كود كبير. مس هو ينفع اكتب عباية شرم؟ ادم خلص وكتب عادي عباية شرم ينفع؟ عادي. عباية انت مسحت حتى اللي انا كتبته وقلت على الشمس. ماشي ماشي جانا خلصتي؟
جانا؟ لا طب يا جماعة يلا، عشان أنا دلوقتي مش كل سطر هنقعد عليه الوقت ده كله. انا خلص امس. تمام تمام بعد، طيب ما ان احنا عايزين ان اليوزر يدخل اسمه، عايزاكوا برضو تعملوا سطر شبهه بالظبط، بس بدل للاسم خلوه الباسورد، يعني بدل نيم خلوها باسورد. طبعا دي سهلة، يعني هتاخدوها كوبي وتخلوا بس بدل نيم باسورد. تيتشر معلش كنت بحط بس اللاب على الشاحن. طيب يلا، هو احنا كده بنصغر سطرين. يعني احنا بس نكتب نيم، نكتب انتر نيم، ونكتب في السطر اللي تحتيه انت نفسه برضه بس الباسورد. ايوه، ما انا عايزه، انا عايزاك تخلي اليوزر يدخل اسمه وبعدها يدخل الباسورد بتاعه. خلاص يا شباب، خلص امس اليوم كبار وانت خلصت امس يعني نيم ولا ايه؟ باسورد؟ دي هم احنا نيم التانية باسورد. خلصت امس ماشي عايز باسورد بعد كده يا شباب، عايزاكم تشوفوا الباسورد ده صح ولا غلط. تمام، فهنعمل ده ازاي؟ بنعمل ده بإف كونديشن، بنقول إف ونكتب جوه أي حاجة احنا عايزينها. فأنا مثلا هكتب إف باسورد equal equal 1 2 3 4، اعمل الحاجات اللي جاية دي اللي هي مثلا friend hello واسم المستخدم اللي هو name. ولو لأ، يعني لو الباسورد طلع غلط، نطبع مثلا try again. عايزين كمان نزود حاجة، وهي ان هو يفضل يلف لحد ما يدخل الباسورد صح. تمام يا شباب معايا؟ لسه ما خلصتش. طيب يا شباب شدوا شوية، احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول له طول ما الباسورد لسه مش بيساوي 1 2 3 4 دخل او ممكن نخليها هنا بقى، ان احنا نقول له تاني يدخل الباسورد. ونشوف لو الباسورد بيساوي 1 2 3 نطبع هلو والاسم، ولو لأ هنطبع try again. خلاص يا شباب، طيب انا هقفل الميتنج ونفتح ميتنج جديد عشان ما نستناش ربع ساعة تاني. ادخلوا على طبيعي نفس بس الميتنج تاني لما نقفل.